السلام عليكم احبابي الاعزاء ساود اغنى هي وصن الربانيه ان قفك بالادم كا اما بشرك او رياضه رياضه سو كو ايمان كرتو نوعيه اد وتر بدن قفك الرياضه مثلا ريدي سو حنقون كرتا وح مركا فرحد له يو كو ريون كرا امرك قار وح كو ريون كرا وح مركا ارغغاح يا نحد له يو كو ريون كرا سيدو كلو ساود اغنى هي كتاب كان كو عاد سنه النبي كان كو عاد رياضه وقفك كرياضة ولا فسرة ولا فسرة إن مركّع قار واحد نقوم كرتا مركّع قفك ريدي مركّل فسرة إن يكون صباح كرتا إن مركّع سوي هاي قف مركّع سحرم مركّل ريدي سلا فسرة أما إنه سحر كسو وجهين يا قف كاسي وإلا في عن تقفك إن مركّع علم أويش أم أوجاده لأن سيدا بوح مركّع علم أول إذا أد أوجاته إيه وح مركّع أد أوجين سكوميد معها إنسان سيدوك الوضع أغنهي سحركا إله سبحانه وتعالى هنجن جي يعني ودوك وحيابا أوشر بضان ويان وطريق الفساد وسبب الضرر والأذى ويان إله سبحانه وتعالى كما قال لي قفك استو حالة دا قجيرو إله سبحانه وتعالى كسوهدي يعني قفك وحاس آمنسان إله كسوهدي يعني وحكا لإسكداي تجيتانك بس أو أطاكتو بس إيا دنبقى لسوكو بكرن سكدا إنا آمنتو أو آد رميسو ومن باب المقارنة ساي باب كالو نقنية إله كمان قلني قف كستو سحرنا الله كفر فرو إله سبحانه وتعالى كمان قلني إله كمان قلني إله نقنجي إن مقال كان ولا ليال ما أنتو وحن إذن كلو وذاق يا شن ريو قف كحدو كل ريو الله شن تار ريو يعني أما وحكم إذا متكوتا دا قريوتو وحي يعني كتلي قنطاي إن أعطاي قف كا markaasi ee riyada shanta ama wax kamid ku riyoodi inuu yahay qof sahran ama in uu yahay qof ku soo wajahan sahr ku soo wajahan sidoo kale shanta markaa sheekadii biidin ilaahi waxa kula wadaagi doona ilaaj marka uga hortagi doontid si allah subhanahu wa ta'ala uu kaaga naji biidin ilaahi tabaaraku ta'ala ko in hadii qofka uu ku riyoodo in dib ba ku riyooti dibka hada ku riyootid adoo markaa hordo يعني وحكة لغتاي إن آتاي مركاسي قف سحرا أما سحر كوسو وجهن إن آتاي إله سبحانه وتعالى قف كريوضي دبكاسي إله كالنجية إن سيدو كلا قف كدو كريوضو مقدي أما هبين مقدي أما هبين دائما شياطين تا يعني مقدي يوميلا مقارنة سايف بلا إفتينك واحد جال مركا قف كدو ميل مقدي كريوضو أما هبين مؤو كريوضو أما ودو كريوض ميل مجدي أصغو مقارني ساي وحسن وحبا أركين ميشي مجدي كوك على إيو وحادا كريوتي يعني وعلى عبادة سي وحكا ديغان تاي إن أعطاي قف مركا سحرا أما سحر كسو وجهن إله سبحانه وتعالى أكام ميغان قليا دار رياض نوعا سوكالو أد كريوتي بإذن الله أمين يا رب العالمين تنكالو سيدحاد هدا كريوتي حيوانا دا قار كمدي سيدا مصا كريوتي غارها مسكاس مس مدو وكلا كريوتي سيدو كلا وحا كريوتي اي اي اد وفول حما بدن يا كريوتي ان وعلامه زدحات هدا كريوتي اما لبدي هور ان سو شيخ واخ كميدا اما لبدا كلا هدا ديمن واخ كميدا هدا كريوتي وخي كدغنتا ان امركا سحرنتا اما كوغو سو وجهان يا سحر قد مركا اسكو هرتغتو اي علاجكا ان كو شيغي دونو ان اسميسي مركي باذن الله تبارك وتعالى الهنا سبحانه وتعالى لنا حكامريا إن تن أفراد وحيت هاي قفقة هدو كريولا صغو مركاسي سكو جاري ساكين أما مركاسي إن ميل جيركي سكامي ده وحسكا قفتي مدي أما ساكين أما توري وحكو صاري ناسكا قفتي مركاسي هدى الرياضة نوعا سوكالي أركتي أيضا محاكد إن تاي إن أما أوكو سو وجهيني أما آتاي بقف مركا سحرم با مركا إن إلهي كشيء دون إن شاء الله وقفك حدوصة منه بإذن الله تبارك وتعالى إن إلهي وحمة تصعي إن شاء الله إن تنقضن بيسوحي تعي إن قفك حدي وكل رياضة أصابه مركزي مريو ميل وضع وضع سو سنولي سمارين وسنجرينين ويا قف مركا اللومي هدو يعي أما كبدل ميشو مريو كدر صعوده وهو أرك ميل واساق يقشم أصعد مريو كله لأن أماكن تاسوك الواء أماكن تشياطين توي أما كبدل وحو أركي الصغو مقارني ساي بيه دحكو كود حصوه ميل بيه كود حصوه أما كبدل قفل وصوه وحو هر مريا غوري وسنجرينين
guri uusan garanayn hormaray uu yaaban yahay ama meel uusan garanayn u tago qofkii wax noocaas oo dhan hada ku riyootid waxa ka dhiganta inuu kugu soo wajahan yahay ama aad tahayba qofkii markaasi ee lala beegsada sixirkii oo qof sixiran inaad tahay naxuud billaah inta aan sheegayo horta ilaah subxaanahu wa ta'ala waxa rajaynaya walaalaha inaan ku riyoonin haddii dhacday inaan ku riyootid ilaah subxaanahu wa ta'ala niyadiska wanaaji ilaah waxba kuma tusaayo ilaajkan kula wadaaga waxay tahay riyooyinka noocaas oo kale nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofka hadduu arko uu ka raasanayo ama noocaan oo kale fasirkeeda markay noqonayso iyo wax la mid ah qofka hadduu arko waxa laga rabaa marka afar shaqo aad iyo aad u fudud easy kow waxa sameynaysa waxa leedahay a'uudu billahi minash shaytaani rajiim alleeda kow waxa ku tufaysaa dhankaada bidixda ayaa ku tufaysaa waa dhankaada bidixda waa lambar labo lambar saddex dhanka u jiifta mooyaane dhan kale u seexo lambar afar sidoo kale ciladaas ah aragtay ya qofna hala wadaagin hala sheergareen arinta noocaas oo kale a aragtay qofna hala sheergareen hala wadaagin dadka oga sheekeen intaas afarta ah waa afar ficil lagaaga baa inaad dad u sheegin in dhanka uu jiifto markaa riyoonaysa mooga dhan kale u seexato in acuudu billaah markiiba aad tiraahdo inaad dhanka bidixda ku tuftid afartaas waa laga rabaa sidoo kale lambar labo waxaa sameynaysaa aayadaha sixirka sida suuratu yuunus ku jiraan oo kale iyo suuratu lacraaf iyo daha aayadaha sixir ku jiro kale inay akhrisatid ama qof uu akhri tiraahdo oo biyo markaas wejigeeda iskaga dhaqda markaas ay cabtid sidoo kale qul yaa alkaafiruun inaad akhrisatid iyo suuratu ikhlaas iyo bilfiraaq iyo birbinaas inaad akhrisatid macawadateynka biidni illaahi tabaarak watacaala ilaahay waxba kuma tusayo aayatul kursi ku darso aamina rasuul ku darso biidni illaahi tabaarak watacaala ilaahay waxba kuma tusayo sidoo kale waxaa bishaaro ah yani nebigu uuba yiriba qofka markuu intaas sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala riyadu ku riyooday ilaahay subxaana wa tacaala ma dhibi doonto nebiga sal alla slam ma dhibi doonto nebigaaleh jalada nebigaaleh sala allahu aleyh wasalam waxlaal wixii yani ilaah marka la sheegay jala jalaal la yiraahdaa nebiga marka la sheegayna waa lagu saliya sala allahu aleyhi wasalam marka nebigaa yiri qofka marka hadduu saa sameeya ma dhibi doonto riyadaasi maba arki doontididba marka adiga saas un samee insha allah laakiin waa goorma waa markuu qofka uu yahay qof mutaxadir badan qof isilaalin badan qof ma garanaysa sunnada nebiga markasku taagan qof markasta ma garanaysa hadalka nebiga aaminsan ma garanaysa qof intuu iska riyado iska socdamee riyadan waxay fasirkeeda noqon karta garan karo iyo biidni illahi tabaaraka watacaala ilaahay asaana leh khuduu xidrakum is-ilaaliya markasta qofku ay fiican tahay u nufuul jignaado ilaahay asaga u xifdiyo allahna xifdiyo allahna ilaaliyo allahna dhowro iyo dhammaan muslimiinta waalidiinta allahna wax xifdiyo noo nool wixii naga hooseeyna ilaah qabriga u waasiciyo waa walaalkiin sheekh bacadle biidni illahi tabaaraka watacaala janalkiina hadduu kugu cusub yahay subscribe insha allahu tabaaraka watacaala noo saar si markasta khayraadkeena ula socotay hadda hor ugu jirtani ilaahi subxaana watacaala khayrka kuu daa'imo walaalahana lagsaasii saarna ala sii wadaagna si uga faa'iidaystaan insha allah dhammaanteena ajiroga wada helno ilaahay ajirana wada sii ilaah xasanadana sii ilaahna dhowro ilaah khaatunana wanaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.